اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية وسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة للخطوات التنفيذية المتخذة لتوفير السلع الأساسية بالسوق المحلي وقد وجه السيد الرئيس بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية بالدولة لضمان توفر السلع الأساسية بالأسواق وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي منها وكذلك المتابعة الدورية والمستمرة لموقف أرصدة وتعاقدات السلع التموينية الأساسية ومدة كفايتها وكذا تعزيز جهود ضبط الأسواق وتجديد الرقابة على منافذ البيع وذلك بهدف تلبية احتياجات المواطنين من هذه السلع بالكميات والأسعار المناسبة لا سيما مع اقتراب حلول شهر رمضان المعظم وقد تم في هذا الإطار عرض أهم الإجراءات المتخذة لتنظيم حركة التجارة الخارجية للسلع الأساسية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية. مع التأكيد على التأثير الإيجابي لهذه الإجراءات في تحقيق الاستقرار في متوسط أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية في السوق المحلي. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروه المعدنيه، الاجتماع تناول متابعه انشطه قطاع البترول على مستوى الجمهوريه، خاصه في مجال التنقيب والبحث والاستكشاف للبترول والغاز الطبيعي، وقد وجه السيد الرئيس بمواصله تطوير جهود الدوله لتحقيق الاستفاده الاقتصاديه المثلى لموارد مصر من البترول والغاز الطبيعي، وكذلك الانتهاء من مختلف المشروعات الصناعيه في قطاع البترول. بهدف الحد من الاستيراد وتوفير المنتجات البتروليه عاليه الجوده. الى جانب تعظيم القيمه المضافه للخامات البتروليه وتلبيه احتياجات السوق المحلي في مختلف المدن والمحافظات على مستوى الجمهوريه. وقد عرض المهندس طارق الملا في هذا الاطار مستجدات انشطه الاستكشاف والانتاج في البحر المتوسط والصحراء الشرقيه والغربيه. فضلا عن تطورات التعاون الاقليمي في ملف الطاقة ومستجدات جهود الدولة للتحول إلى مركز اقليمي لتداول البترول والغاز الطبيعي. كما استعرض السيد وزير البترول تطورات الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات في قطاع البترول على مستوى الجمهورية والتي تهدف إلى تأمين احتياجات السوق المحلي والحد من الفجوة الاستيرادية. والمساهمة في جهود الدولة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، خاصة مصنع إنتاج الأسفلت بشركة السويس لتصنيع البترول الذي يهدف إلى إنشاء وحدة لإنتاج الأسفلت بطاقة إنتاجية تصل إلى 1200 طن أسفلت في اليوم. فضلا عن مشروع توسعات مصفاة تكرير ميدور الذي يسعى إلى تعظيم إنتاج المنتجات البترولية عالية الجودة. بزيادة طاقة التكرير الحالية من 100 إلى 160 ألف برميل يومياً عن طريق إضافة خمس وحدات جديدة والتوسع في بعض الوحدات القائمة إلى جانب مشروع مجمع إنتاج السولار بشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول الذي يستهدف إنشاء مجمع للتكسير الهيدروجيني للمازوت المنتج من معمل أسيوط كمادة تغذية لتغطية احتياجات الصعيد. بالاضافة إلى مشروع إنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة MDF بمحافظة البحيرة، والذي يهدف إلى إنتاج الألواح الخشبية من خلال استخدام 250 ألف طن سنويًا من قش الأرز كمادة خام رئيسية للمشروع، الأمر الذي يساهم في الحفاظ على البيئة والقضاء على التلوث الذي كان ينتج عن عملية حرق قش الأرز.